فإن قيل آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتبرك بها؟ فقل لا، فلا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالمناطق والأماكن التي مر بها، ولا بإحياء شيء منها. ولذلك لما قيل لشيخنا ابن باز رحمه الله أيجوز أن نحيي طريق الهجرة النبوية؟ فقال بالتحريم، وأنه وسيلة من وسائل الشرك. أما ما يتعلق بجسده صلى الله عليه وآله وسلم كشعره، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن الصحابة كانوا يتبركون بها ويستشفون بها فيصبون ماء على هذا الشعر. هنا من هذه الحيثية يجوز، ولكن أيمكن أن يكون هناك شعر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمن؟ فقل لو قيل بوجوده كما زعموا فإنه لا يجوز أن يتبرك به في هذا الزمن، لأن مثل هذا الشعر لا يبقى على مدى هذه السنوات. ثم ما الذي أدرانا وأعلمنا علم اليقين أن هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يلبس على بعض الناس لما يقال هذا هو شعره، ما الذي أدراك؟ والأصل فيما جاز التبرك به شرعا يجب أن نعلم علم اليقين، يعني 100% أنه شعره صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل الآن من شرائه بالملايين، بل إن بعضهم يتعدى ويجازف إلى ما هو أعظم، هب، وهذا بعيد، هب أننا أثبتنا يقيناً 100% أن هذه خصال شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيقر الشرع أن يعمل لهذه الخصال مراسيم تكريم وتكون هناك هيبة وهناك خضوع وخشوع حينما يشترى وحينما يفتح الصندوق لإخراج هذه الخصال؟ هب يقيناً أنه شعره، فإن مثل هذا الفعل من هذا التكريم ومن هذا الترسيم لهذا الشعر ومن هذا التعظيم هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك جمع ما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز، وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.